يعني كنت يعني نجم يوسف شاهين، ده مش موضوع سهل ان يعني انت تكون نجم يوسف شاهين، بس انت بتمثل وانت صغير مش كده؟ من سنه 67 يعني وانا طفل صغير، يعني 7 سنين وانا عندي 7 سنين تقريبا. من وانت عندك 7 سنين وانت شغال في التمثيل. أيوة. يوسف شاهين عرفك منين؟ انا كنت عملت علي بن مظهر زمان، فاكر علي بن مظهر؟ فرصه العمر وكده. انا كنت بالنسبه لي اسكندريه ليه ده سادس فيلم بالنسبه لي، مش اول فيلم. كنت عملت قبليها بقى افواه وارانب، وكان طبعا عمل سوكسي كويس. عملت فرصه العمر، كان اياميها سنه 75، كان فرصه العمر وافواه وارانب الاثنين مع بعض، فعملوا يعني كده تاثير كويس. فلقيت مره تليفون جالي بيقولوا لي تعالى قابل يوسف شاهين. فانا رحت عند يوسف شاهين، فهو شافني وبص لي كده، كان في بقى في وشي في حبوب، هو بقى حب الحبوب اللي في وشي. فقال لي انت عندك اصحاب؟ قلت له اه عندي اصحاب بيمثلوا يعني. قلت له اه. فكان في احمد سلامه وعبد الله محمود الله يرحمه. فقال لي طب الاسبوع الجاي هات لي الاولاد دي وتعالى لي. قلت له حاضر. قال لي بيقولوا عليك ممثل كويس. قلت له متشكر قوي يا عم. قال لي يا عم قلت ليوسف شاهين يا عم. فهو انبسط من جرأتي يعني، وشافني انا مش خايف منه. فالمهم ادانا السيناريو، واول مره يدي، هو يوسف شاهين ما بيديش سيناريو لاي ممثل يعني. هو بيجي الممثل يقول له اعمل كذا، فادانا السيناريو قال له اقرا وشوف كل واحد شايف نفسه في اني دور. فانا قريت وشفت نفسي في الدور الولد الشقي بتاع البنات اللي هو لعبه الاستاذ احمد سلام. فقلت له انا هلعب دور كذا. قال لي لا انت هتلعب دور يحيى. قلت له لا ده معقد. فقال لي انا اللي اقول لك بتلعب ايه يعني. المهم يعني، وبدانا يديني مشهد هاملت ويقول لي انا عايز اشوفك، انا هقدر اساعدك في كل حاجه الا المشهد ده انا مش هقدر اساعدك فيه. فطبعا دي اللي حولتني بقى من فتى بيلعب ويهزر وينبسط وكده لمسؤوليه بقى، ان انا اقعد اقرا واشوف قصص هاملت اقراها، واروح اتفرج على افلام لهاملت، واشوف كان الاستاذ محمد صبحي بيعمل هاملت في مسرح فرحت اتفرج عليها كده يعني. فابتدت المساله تتحول من هواه لاحترافيه شويه.